السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نقوم بشرح آداب الزيارة 2. تفضلوا بالدخول. أهلا وسهلا بكما، تفضلا لتناول القهوة. بارك الله فيكم وشكرا لكم على كرم الضيافة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكرا لكم على هذه الزيارة. هنا لدينا إكرام الضيف، هذا هو إكرام الضيف. توديع الضيف، هنا نودع الضيف وهنا نرحب بالضيف. إكرام الضيف والترحيب بالضيف وتوديع الضيف. نتأمل المشهد الآتي ثم نستنتج السلوك المخالف لآداب الزيارة. طبعا هنا الأطفال يكسرون في أثاث البيت، هنا الأطفال يكسرون أثاث المنزل، هنا الجلوس عند الضيف لوقت متأخر، أما هنا لدينا فهو إكرام الضيف، هنا أستقبل الضيف والسلام عليكم، هنا أستقبل الضيف ونقول السلام عليكم، هنا توديع الضيف، توديع الضيف. طبعا بآداب أرتقي هنا نقول إكرام الضيف، مراعاة وقت الزيارة، عدم العبث بأثاث البيت. إكرام الضيف، مراعاة وقت الزيارة، عدم العبث بأثاث المنزل. عند زيارة الضيف يتطلب مني ماذا؟ إكرامه بما يتيسر. المكان الذي أستقبل فيه الضيوف عادة هو غرفة الضيوف، عادة هو غرفة الضيوف. وهنا أقول لكم شكرا لكم على حسن الاستماع.